على حي الصديق ان شاء الله. والله ممنوع تجول بال... اي صح. التزمتوا بهاي التعليمات انتم؟ ان شاء الله ملتزمين. وراح تلتزمون؟ ان شاء الله. شلون شايف الحركه بالشوارع؟ ماكو حركه والله تعبانه فارغه. اي والله فارغه. زين هذا من عند تجول يعني مصالح المدينه مصالح العام؟ اي مصالح طبعا مصالح العام. يعني حفاظه على السلام؟ بس... اي طبعا. مواطن حتى مثل ما يقول هاي المرض مال كورونا وما كورونا حتى هذا لا يتنقل. زين احد منعكم من القوات الامنيه اذا كنتم تروحوا على البيت؟ لا 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 من حالنا من حالنا من التعليمات اللي جت من سيد المحافظ. ايه لا طبعا لا هاي صالح الناس. يعني هذا من صالح المدينه؟ من صالح المدينه لانه هذا المرض يتنقل من واحد لواحد. زين انتم داخل البيت داخل المنزل متخذين الاجراء الاجراءات؟ ايه طبعا 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 ماخذين هيك اجراءات التغسيل والكذا والوقايه و... طبعا الوقايه الصحيه والتغسيل التغسيل لابد منه. القفازات كلها التغسيل هذا لابد من التغسيل 24 ساعه اي شيء تلمسه لازم تغسل. عزلنا المحل ورايحين على البيت من اتجي الساعه 5 5 والله يعني نمشي حسب التعليمات يعني حضره التجوال. حضره التجوال نعم. زين انتم مقتنعين بحضره التجوال يعني تعزلون بالخمسه وتروحون على البيت؟ والله يعني انا اتبع التعليمات اللي صادره من الحكومه المحليه. زين هاي التعليمات انت تشوفها يعني صحيحه ولا غلط؟ نعم هي صحيحه يعني من بدايه يعني هذا الوباء منتشر بالعالم والعالم كلها جاءت تتبع التعليمات فيعني نتبع الحكومه نتبع التعليمات من اللي توردنا من الحكومه المحليه. الساعه 10 الساعه؟ الساعه 5 وربع. وين رايح؟ والله طالعين على البيت. ليش شنو السبب شو رايح مو وقت اليوم؟ والله احنا اتبعنا التعليمات من عند التجوال قالوا بالخمسه فهسه راجعين من الدوام احنا تابعين للصحه بس لازم همينا نتبع التعليمات ننفذ الاوامر طبعا لازم. زين شلون تشوف انت اليوم حضره التجوال الساعه 5؟ هل هذا مصالح المدينه ومصالح المواطن؟ اكيد طبعا لان هذا فيروس كورونا ينتشر عن طريق التلامس المباشر وعن طريق الاختلاط والتجمعات فاحنا على مود نخفف من التجمعات لازم من شويه نبقى ببيوتنا على مود نحفظ سلامه المدينه ونحفظ سلامه الاهالي. زين حضره التجوال راح يكون من صالح العام يعني؟ اكيد طبعا ولو هو شويه الاشغال تتوقف بس يعني هاي المصلحه العامه يعني.